طور عن أسماء ستؤخذ إلى الداخل دون عودة، يطالعون بحسرة ما خلف هذه الأسلاك الشائكة، وعود بالتعيين دون أفعال تذكر، يلتفون فيما بينهم بحثا عن شخص ربما سيحمل أحلامهم إلى داخل المنطقة الخضراء للتفاوض مع المسؤولين. صار لنا 4 أشهر كل خيم بها أخذوا جو مفاوضات، جو أخذوا أسماء، مجرد اللي دعمه واللي دائما ملتزمين يجون، مجرد قعود جو أخذوا الأسماء بداخلهم، لكن إحنا ما نعرف لحد الآن شنو اللي راح يصير، شنو مصير الشباب كلها اللي هنا موجودة. كل مرة وعود كاذبة، كل مرة وعود وتأخير بدون أي شيء. تتغير الفصول، يطل الشتاء من بعيد حاملا صعوبات أكثر لمن رافقه الرصيف بمختلف الظروف. احنا بالصيف كنا موجودين، كذلك كنا بالشتاء هسه حاليا موجودين. بالصيف اجى علينا الحر، وبالشتاء اجى علينا البرد، فكل من جانب الطرفين احنا تعبانين. لا مثلا خدمتنا تعبانه، لا اكلنا تعبان، ظروفنا تعبانه، اكو عندنا ناس حتى كراوي ما عاد تنزل اهله، وصار لنا تقريبا ما يقارب 4 أشهر نفس القعده لا استجابه. اختصاصات مختلفه اجتمعوا منذ شهور في منطقه واحده للتحشيد وجمع اكبر عدد ممكن من المتظاهرين. تجمع مهندسين من كافه الاختصاصات وكافه المحافظات، صار لنا 7 أشهر مستمرين باعتصامنا السلمي بمنطقه العلاوي باب رئاسه الوزراء على بعد امتار من السيد رئيس الوزراء سيد الكاظمي. للاسف الناشده منذ 6 أشهر والحد يعني لحد هاي اللحظة احنا ما شفنا من عنده اي استجابة. انطلقت المسيرة المركزية يوم الثلاثاء بالتنسيق مع الخيمة العلاوي اللي هي 14 خيمة. بعد الاتفاق بيناتنا شكلنا هاي اللجنة التنسيقية لانطلاق المسيرة بعد المماطلة والوعود الكاذبة من قبل الحكومة. في وقت لا تستطيع الحكومة دفع رواتب موظفيها، كيف يمكن لها إضافة موظفين آخرين قد يثقلون ميزانيتها المثقلة أصلاً؟ من يقولون ماكو رواتب الموظفين، أدى أستاذ على لسان الأستاذ ملا أحمد طلال عنده 240 ألف درجة وظيفية، وينهن ندائي موجهة لوينهن 240 ألف درجة وظيفية؟ يعني تكفينا وتكفي الساحة وتكفي جميع الساحات، يعني ساحتنا ما فيها حتى 5000. لكن كل تظاهرة هكذا يتم ختامها. لا استجابة تذكر، لكنهم مستمرون، فهو أملهم الوحيد. 16 عاما من الدراسة نهايتها ماذا؟ الشارع، هكذا تكون معادلة الخريجين في العراق. لكن قد يحالفك الحظ وتجد تعينا، ستقول الحكومة لك لا رواتب. من بغداد علي أسد، قناة الرشيد.